ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. أفاد مصدر مسؤول بوزارة الداخلية أنه تمت مباشرة بحث إداري للكشف عن حقيقة محتوى شريط فيديو بعنوان رجل أمن يمارس الجنس داخل سيارة القوات المساعدة. وأضاف المصدر نفسه أن تدخل الوزارة جاء على إثر تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدا أنه يتم التأكد حاليا من الشريط وتحديد ظروف ملابسات تصويره وتشخيص هوية الشخص الظاهر فيه. وسجل المصدر نفسه أنه سيتم اتخاذ الإجراءات التأديبية والقانونية ومعاقبة المتورطين وفق ما يقتضيه القانون. نشكركم على حسن المتابعة. قناة ماروك أخبار يومية.